أهم الأخبار اللي عملت الشيبة. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي، هي أرباحنا من قناة التليجرام، وإذا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. شباب، للتنويه، نحن ما بناخذ رأس مال من حدا وما بنبدأ الحديث معك، يعني استثمارك ورأس مالك بمحفظتك. أبدا ما في إلنا أي رقم بالتعليقات، وغير هيك صديقي بيكون كذب واحتيال باسم قناتي. منصة باينانس أعلنت عن حذف عملة الشيبة، وحصل التباس كتير بين المستثمرين أو خوف. صديقي، للتنويه، منصة باينانس حذفت بعض أزواج التداول لعملة الشيبة مقابل بعض العملات مثل الجنيه الاسترليني، يعني ما تم حذف عملة الشيبة. أساسا عملة الشيبة بتحتل المرتبة 16 بين أقوى العملات، من رغم من ضخامة عددها، فيها ماركت كاب أكثر من 4 مليار، أكثر امتلاكة لحيتان الإثريوم. إذن منصة باينانس لا يمكن تحذف عملة الشيبة، وهذا الخبر عاري عن الصحة. عملة الشيبة هلأ ممكن حاليا نشوف فيها ارتفاع بعد اطلاق الشيباريوم، وبحب خبر جمهور الشيبة الشيباريوم اصبح اطلاقه قريب حسب التغريدة الخاصة بالفريق الرسمي للعملة، بانه الاعلان الكبير قادم. ممكن نشوف ارتفاع لعملة الشيبة للاربع اصفار 16 او 20، وطبعا عملة الشيبة اذا حقق ايقاع 0.5 اصفار 7 او 6 رح تكون مناطق دعم مناسبة للدخول، وطبعا مع الارتفاع هذا ممكن تحقق 3x او 4x. وطبعا شباب، انا اهدافي ابدا ما هي عالية بعملة الشيبة، لاني عدد عملة الشيبة ضخم. هذا كان كل شيء اخبارنا بالشهيرة بعملة الشيبة. واذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، انا قناتي مهتمة بالاخبار والعملات الرقمية. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة، الف تحية وشكر لا لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.